used to be a smoker. الإعلان هذا يأتي ضمن سلسلة إعلانات مماثلة دفعت بنحو 200 ألف مدخن أمريكي إلى الإقلاع عن التدخين. الرقم أعلن عنه مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع لوزارة الصحة والخدمات البشرية بعد إعداده سلسلة الإعلانات التي حملت عنوان نصائح من مدخنين سابقين، وركزت على إظهار مدى قساوة الأمراض التي قد تنجم عن التدخين وتبعاتها التي تشمل قطع الأطراف البشرية وسرطان الحنجرة والأجهزة التنفسية وغيرها. حملة ضاعفت عدد المتصلين برقم الهاتف المبين في الإعلانات، وأدت إلى ازدياد عدد زوار الموقع الإلكتروني التابع للمركز 5 أضعاف. المركز أكد في دراسة نشرها حديثاً أن 1,600,000 شخص حاولوا الإقلاع عن التدخين بعد حملة الإعلانات هذه العام الماضي، منفقاً نحو 54 مليون دولار لإنجاح حملته. تحرك فاق توقعات القيمين على المركز أنفسهم، ونجح في إنقاذ حياة مئات الآلاف في بلد يموت فيه أكثر من 1,200 يومياً ونحو 440 ألفاً سنوياً من جراء التدخين. لارا نبهان، العربية.